من أكثر السجون رعباً عبر التاريخ، تم بناؤه على جزيرة معزولة لمعاقبة أكثر المجرمين خطورة. إنه السجن سيء السمعة، سجن ألكاتراز المرعب المتربع على صخرة في خليج سان فرانسيسكو المعزول. كانت الصخرة التي شيد فوقها السجن المعروف أيضاً بسجن الصخرة مسكناً لطائر الأطيش البحري الذي يطلق عليه اسم ألكاتراز باللغة الإسبانية، ثم حملت الجزيرة الصغيرة اسم ذلك الطائر. بدأ سجن ألكاتراز كسجن حربي بين عامي 1859 و1933، ثم أصبح تحت سلطة مصلحة السجون الأمريكية حتى إغلاقه عام 1963. منتصف القرن التاسع عشر اقتنت الولايات المتحدة جزيرة ألكاتراز من المكسيك التي كانت تمتلك تلك الصخرة، وشيدت منارة ومبيتا للجنود الأمريكيين بين عامي 1850 و1909، كما آوت الجزيرة الصغيرة سجناً عسكرياً، فكانت تلك الصخرة محاطة بالتيارات العنيفة والمياه الباردة، مما يجعل السجن مكاناً يستحيل الهروب منه، وسجناً فيدرالياً يتكسر على جدرانه جموح المجرمين سيئي الحظ. تحول سجن ألكاتراز إلى أسطورة وأصبح ملهماً للسينما الأمريكية لسببين: الأول أنه كان من أكثر السجون حماية على الإطلاق، وثانيها بسبب وجود مساجين ذاع صيتهم في تلك الفترة وبقيت أسماؤهم خالدة إلى الآن. تميز هذا السجن المرعب بتقنية التعذيب الأسطورية التي ذاع صيتها في القرن الثامن عشر، وهي آلة التعذيب التي تسمى بالعانس الحديدية أو عذراء نورنبرغ، وهي آلة تعذيب على شكل خزانة بطول إنسان بها أذرع فولاذية حادة تنغرس في جسم الإنسان تدريجياً بعد إقفال الآلة. لم يكن هناك مكان لقضاء الحاجة، بل كان السجناء يجبروا على قضاء حاجتهم في زنازينهم، وكان لكل ثلاثة سجناء حارس مقابل حارس واحد لقرابة 30 سجيناً في السجون العادية، وهو ما يعني أن مستوى المراقبة عال جداً، وأن من المستحيل القيام بشيء بعيداً عن أعين الحراس. رغم ذلك حاول 36 سجيناً الهرب من السجن ضمن 14 محاولة، ولم يعرف مصير خمسة منهم، في حين لقي ثمانية سجناء مصرعهم، وأعدم سجينان بعد موت حارسين خلال محاولة فرارهم سنة 1946. في العام 1962 نفذ فرانك موريس أو السجين رقم 1441 خطة جهنمية للهروب، نفذها بصحبة الشقيقين أنجلين، حيث قام السجناء الثلاثة بصناعة رؤوس بشرية مزيفة مصنوعة من الجبس وورق المراحيض وخصلات شعر سرقت من حلاق السجن، وكان هروبهم عن طريق فتحات التهوية، وصنعوا طوافات بواسطة معاطف مضادة للمياه سرقت من غرفة الملابس. لم يعرف مصير الهاربين الثلاثة طيلة 50 سنة، وكانت الرواية الرسمية تقول إنهم فقدوا في أعماق المحيط الأطلسي رغم وجود قرائن على نجاتهم وظهور رسالة وجهت إلى قناة CBS الأمريكية سنة 2013 حملت اسم جون أنجلين، اعترف فيها بنجاحهم في خطة الهروب وأنه مصاب بالسرطان، وأن موريس وشقيقه قد توفيا سنة 2008 و2011. في ذلك الوقت لم يكن من مصلحة الولايات المتحدة إلا الإقرار بنجاح خطة هروبهما، وبالتالي كسر أسطورة ألكاتراز، لكن الوقت كان كفيلاً بكشف هذا الهروب بعد عقود طويلة حتى لو كان متأخراً، وليتم إغلاقه في عام 1963.
وهو العام التالي لذلك الهروب الكبير، وليصبح بعد ذلك مزاراً للسياح للوقوف على واقع أعتى سجون العالم في القرن الماضي.